شفتوه؟ خلاص أبدأ أفكك، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات ذو العقد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. منكم سحر كثير، جينا أسئلة وكثير يتصلون علي ويرسلون لي أشياء أنا ما أبغى أشوفها، كل شيء واحد يرسل لي واحد كذا. لا ترسلون علي، لا ترسلون علي، لا ترسلون علي صور، يسألوني بس أنا عارف كل شيء. يعني ما يحتاج ترسل لي صورة شعرك ولا شعر ركبتك، ما يحتاج، شفتها أعرفها خلاص. اللي يلاقي منكم شيء في البيت مريب ما يدري وشه وخايف إنه يفتح، ما يعرف كيف يفتح، القطها بكيس وسم الرحمن، روح لإمام المسجد ولي إمام المسجد مساك الله بالخير، أنا لقيت هذه في بيتي، بالله الله ليهينك فك إذا كان سحر. هو يعرف كيف يفك، ببسم الله يفك. ما رحتوا روحوا للهيئة بجنبكم، أقرب مركز هيئة، هم يقصرون معكم. ما لقيتوا خايفين، ما تبغون تروحوا لحد، تبغون تفكون أنت في بيتكم، اطلع لحوشك أو بالصالة أو بالمجلس أو بأي مكان، جيب صحن وجيب ماء بارد وبتفك داخل الماء مع قراءة قبل لا تبدأ، تقول تحصن، تحصن نفسك سم الرحمن زي الكلام اللي قلت لكم قبل شوي، تحصنوا بعدين تبدون تفكون كل شيء. بقول أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. هذا هي، هذا سحر، هذا سحر، هذا سحر، شفتوه؟ خلاص أبدأ أفكك، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات ذو العقد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات ذو العقد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. حتى أفكك، واضح؟ لا تقولوا ما تفهمون، فهمتوا وبعدين اخذه واتخلص منها، اروح انطله في اي مكان، في بير، في حاويه، في زباله، في حوش، ارميه، خلص منها برا، وبعد ما اجي ارميه اقول بسم الله الله اكبر، وارميه خلاص.